السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة الموت يفجع الفنان كريم عبد العزيز بعد ما طلع وأعلن عن وفاة والدته بعد صراع مرير مع المرض، كمان بعد ما طلع الخبر بكام ساعة طلع وكتب ان هو مش عايز اي حد من الصحفيين يحضر جنازة والدته. قال بالنص كده يا جماعة: كريم عبد العزيز يطالب بمنع تصوير جنازة وعزاء والدته حفاظا على حرمة الموتى. هو اللي كتب كده وقال انا مش عايز اي صحفي يجي لي العزاء ولا اي صحفي يصور عزاء والدتي. كمان اتكلم معاكم النهاردة عن أصالة جماعة بعد ما تم نقل زوجها للمستشفى بعد خبر طلاقهم. هقول لكم شوية تفاصيل أتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا هبتدي معاكم بأول موضوع الموت يفجع الفنان كريم عبد العزيز في وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وكمان موضوع ان هو مش عايز اي حد يصور جنازة والدته. هقول لكم شوية تفاصيل وبعد كده هدخل لكم في الموضوع واقول لكم ايه اللي حصل وايه الموضوع بالظبط. بصوا اقول لكم شويه تفاصيل عن الفنان. الفنان يا جماعه ما اسموش كريم عبد العزيز، اسمه كريم محمد احمد محمود عبد العزيز، من مواليد 17 اغسطس 1975، عنده 49 سنه، من حي العجوزه في مصر. ابوه اسمه محمد عبد العزيز، طبعا هو ممثل افلام وممثل تلفزيوني وفنان كوميدي ومخرج افلام وممثل مسرحي. مين اللي توفى؟ السيدة سهير يا جماعة والدة الفنان كريم عبد العزيز. اقول لكم بقى شوية تفاصيل. نعت الاعلامية المصرية عبر حسابها الرسمي على الانستجرام والدة كريم عبد العزيز السيدة سهير عبد العزيز، وذلك بعد صراع مع المرض، وكتبت: البقاء لله، توفيت الى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة الفنان القدير كريم عبد العزيز وياسمين وعن موعد تشييع الجنازة أضافت وقالت: تشييع الجنازة غدا يوم الخميس 9/5 من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر. كان الفنان كريم عبد العزيز قد كشف خلال تصريحات سابقة على أن والدته كانت بمثابة الأم والأب لأبنائها، خاصة بعد انفصالها عن والدهم المخرج محمد عبد العزيز. هو يا جماعة والدته أساسا كانت متطلقة من زوجها، وأنها قررت التفرغ لأبنائها ورفضت الزواج من أجلهم. كان الفنان القدير كريم عبد العزيز قد تبرع ببعض من المقتنيات الخاصة بأعماله الفنية لميزاد خير بالولايات المتحدة الأمريكية لصالح مؤسسة راعي مصر بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر. بصوا يا جماعة نخش بس في الموضوع. أعلنت الإعلامية بوسي شلبي عن وفاة والدة كريم عبد العزيز، طلع بقى نعاها وقال إيه يا جماعة الفنان كريم عبد العزيز؟ طلع وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي توفت، أتمنى من كل الناس اللي بتحبني تدعي لها دعوة كويسة، وستشيع الجنازة غدا يوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء بعد غد يوم الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة، ونطلب منكم قراءة الفاتحة. طلب الفنان المصري كريم عبد العزيز الصحفيين والمصورين بعدم حضور مراسم جنازة والدته السيدة سهير عبد العزيز الذي وفاتها المنية مساء اليوم، داعيا الى احترام خصوصية عيلته في هذه الاوقات العصيبة. وقال المكتب الاعلامي للفنان كريم عبد العزيز في بيان: انا لله وانا اليه راجعون، انتقلت الى رحمه الله تعالى السيده الفاضله سهير عبد العزيز والده النجم كريم عبد العزيز، وتشيع الجنازه غدا يوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم. طبعا وقال: نهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمه الموتى، ونسالكم الدعاء. بصوا يا جماعه هو مش عايز اللي حصل في جنازه صلاح السعدني يحصل عنده، لان الجنازه يا جماعه لدرجه ان هم ما كانوش عارفين يعملوا المراسم بتاعه دفن الفنان صلاح السعدني، لدرجه ان ابنه قال الفاظ وشتم وقال حاجات صعبه في الجنازه بسبب الصحفيين، واللي عايز ياخد لقطه واللي عايز يصور قبل التاني، واللي عايز يصور احمد صلاح السعدني وهو بيعيط، واللي عايز يصور حاجات صعبه. زي ما قلت لكم مهنه الصحافه دي مهنه كويسة جدا، وانا واحدة من الناس كنت نفسي بجد اشتغل في المهنة دي، بس كل مهنة ولازما لما كانش الشخص اللي شغال فيها عنده اخلاق وذمة وضمير مش هتنفع.
يعني انا عزاء او مثلا حاجه زي دي ممكن ما تحضرش مراسم الجنازه وان هما بيدفنوا جثمان ذويهم، ممكن تحضر العزاء، ممكن برضو تغطي الخبر بطريقه لائقه من غير ما تجرح مشاعر حد ومن غير ما تضايق حد. فكريم عبد العزيز قال ان ممكن يحصل نفس اللي حصل في جنازه صلاح السعدني، فرفض وقال انا مش عايز اي حد من الصحفيين يحضر جنازه والدتي، ودي حريه شخصيه وهما يعني حرين في حاجه زي كده، ما حدش يقدر يتكلم ولا يتدخل في حاجه زي كده، دي حريتهم يا جماعه. ما ينفعش ان احنا نصور ناس منهارين تماما على ذويهم اثناء ما بيشيعوا جثمانهم او اثناء ما بيحصل وفاه. يعني يقولوا لي فنان وهو راضي ان هو يبقى حياته على الملأ، بس مش كده، المفروض يكون في ضمير، يكون عندنا شوية إحساس، مش شرط نصور كل لحظة، ممكن نغطي الخبر بس من غير ما نجرح مشاعر حد، بتبقى لحظة عصيبة خصوصا المدة يا جماعة. الواحد المفروض يعني يطلع من الواحد بيروح للجنازات او العزاء او الكلام ده كله علشان يتعظ، ممكن فجأة كده الواحد يموت. هي الدنيا دي دايما حد، لا حول ولا قوة إلا بالله. الموضوع اللي بعد كده موضوع نقل زوج الفنانة أصالة للمستشفى بعد خبر انفصاله. أقول لكم شوية تفاصيل. بعد شائعات انفصال أصالة عن زوجها فائق حسن نقل إلى المستشفى. أقول لكم الموضوع بالظبط، وهل فعلا أصالة اتطلقت عن زوجها؟ بصوا، أثار الصحفي أسامة ضجة واسعة وجدلا كبير بشأن الحالة الصحية للشاعر فائق حسن زوج الفنانة أثار، تزامنا مع شائعات انفصالهم وحذف الفنانة صورها مع زوجها. وكان قد شارك الصحفي وقال سلامة قلبك حبيبي فايق وما تشوف شر، وأشار عبر صفحات تلفزيونية إلى أن فائق حسن شعر بتعب في القلب فذهب إلى المستشفى وقام بإجراء الفحوصات، لكن حالته حاليا في تحسن. أثارت الفنانة أصالة ضجة واسعة وجدل كبير بعدما حذفت صورها مع زوجها الشاعر فائق حسن، مما أثار تساؤلات الجمهور حول حقيقة انفصالهم. يعني فجأة كده سمعنا إن هو تم نقله المستشفى أو حصل له مشكلة في القلب ودخل عمل شوية فحوصات وأشعة، ولغاية ما أنا بكلمكم الوقت هو لسه في المستشفى. فين بقى الفنانة أصالة من كل ده؟ مش موجودة معاه. فطبعاً الجمهور يقول إيه؟ أو يرجح ويقول إن هما مثلاً انفصلوا، لكن خبر الانفصال ما نزلش رسمي على الصفحة الرسمية ولا بتاعت الفنانة ولا بتاعت زوجها الشاعر فائق حسن. بس ده كان الموضوع، وحبيت انا اوضح لكم الموضوع بسلاسه. اتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، واتمنى من كل الناس اللي بتشوفني تفعل الجرس يا جماعه عشان يوصلكم مني كل جديد.